رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسميات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد: إن الأعياد الوطنية ننظر لها بعين الفخر والاعتزاز، ونستذكر فيها المنجزات التنموية التي تحققت للمملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بفضل الرؤى الثاقبة لجلالته والداعية إلى الارتقاء بمختلف أركان مسيرة التنمية في المملكة. وتابع سموه: شهدت المملكة خلال الفترة الماضية إنجازات حضارية ضخمة تشكل عنوانا لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل والذي يقوده بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. أضاف سموه: لقد شهدت مختلف القطاعات الشبابية والرياضية في العهد الزاهر حراكا قويا ومتسارعا أثمر عن أدوار جديدة لهذه الشريحة الواسعة، حتى غدت تسهم بصورة واضحة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة. نحن اليوم نشهد تواجد العديد من الشباب البحريني في مناصب قيادية عليا تساهم بأفكارها وعملها في رسم ملامح المستقبل والأمل لمملكة البحرين. اختتم سموه تصريحه: تمثل الأعياد الوطنية فرصة للاحتفال بهذه الإنجازات العظيمة، وأيضا هو فرصة لتجديد العزم على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن العزيز.